ماهر برضو الاهلي هيطبق خلال الفتره اللي جايه اعتقد سياسه التدوير ما بين اللاعبين. اكيد اكيد يا اسلام 100%، لان عايز اقول ان الثبات كل 3 ايام صعب قوي، يعني ثبات التشكيل في كل 3 ايام صعب، ودي من ضمن الحاجات اللي نجح فيها مستر كولر من خلال استراتيجيه التدوير او التجهيز. الثبات بيحتاج وقت، يعني لو انت عندك مباراه كل اسبوع ممكن يبقى ثبات التشكيل الامثل، لكن صحيح. في التدوير بالظبط والتجهيز انت محتاج تدور كل 30 لعيب ما شاء الله، وكل 30 لعيب جاهزين. فالنهارده ما فيش مشكله عند مستر كولر في اي مكان ولا في اي طريقه ولا في اي استراتيجيه يا اسلام. ف حته ان هو كل تشكيله بيغير فيها 3 4 لعيبه وبعدين عنده 5 لعيبه في الشوط الثاني، دي بصراحه منجحه الفرقه بشكل كبير، وكل الناس رجلها موجوده في الملعب، وده اللي عامل يعني تقل بشكل كبير للنادي الاهلي. صعب ان تلاقي فرقه عندها الاستراتيجيه دي، فعشان كده النادي الاهلي يعني في مكانه بعيده قوي بصراحه، يعني مع مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي موجوده في المنافسه، لكن النادي الاهلي مميز عربيا وافريقيا، وتملي تطلعاته للابعد. النهارده احنا كاس افريقيا وبعدين كاس العالم ان شاء الله باذن الله للانديه، صحيح. فكل دي اهداف النادي الاهلي بيسعى عليها. وكمان الجميل اسلام ان تملي النادي الاهلي باصص لسنه قدام، مش باصص تحت رجليه مثلا بعد شهر عامل ايه، لا ده في استراتيجيه موجوده بعد نهايه الدور الاولاني هيعمل ايه، بعد نهايه يناير هيعمل ايه، تجهيزاته للعيبه للمرحله اللي جايه الاعلى في استخدام لعيبه على اعلى مستوى. يعني النادي الاهلي شغال ما شاء الله ما بيريحش، ودي اللي مخليه النادي الاهلي في مكانه تاني. وكل الناس ما شاء الله اذا كانوا لعيبه محليين او لعيبه محترفين خارجيا نفسهم يبقوا موجودين في النادي الاهلي، طبعا لان هو النادي الوحيد اللي موجود على الساحه بياخد بطولات، والنادي الوحيد اللي على الساحه موجود في انتصارات ومصنف افريقيا وعربيا. فالنادي الاهلي عنده استراتيجيه طويله المدى، وده واضح كمان من مستر كولر من اول ما جه، يعني هو كمان جه بيواكب استراتيجيه النادي الاهلي وفكر النادي الاهلي. هو كمان ما شاء الله في الفتره اللي فاتت دي حقق اكتر من 8 بطولات او 9 بطولات في معدل اقل من سنتين، يعني صحيح. يعني كمان الراجل بيحقق رقم، يعني احنا بنتكلم على مانويل جوزيه وبنتكلم على هدوكوتي ايامنا احنا، فالنهارده الراجل ده ممكن يتخطى الاثنين دول في الانجازات، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتخلي الراجل يجتهد بشكل كبير جدا. واللي مساعده كمان اسلام ان الراجل شخصيته قويه، وان الراجل في حته علم النفس التربوي مع اللعيبه متعامل معاهم بشكل احترافي جيد. واوضه اللبس الحمد لله رب العالمين يعني فيها انضباط بشكل كبير جدا، كل اللعيبه بتحترم بعض، كل اللعيبه بتحترم الجهاز الفني، كل اللعيبه شايفه جماهيرها بتساندها ازاي، فعايزه تطلع لها احسن حاجه عندها.